السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طبعا النهاردة موجودين علشان هنسحب اسم 20 أم من أمهات المثاليات لطبعا مسابقة أمنا. زي ما كلكم طبعا عارفين، دكتور عمرو خالد أعلن كده مسابقة لطيفة 20 أم مثالية علشان نكرم أمهاتنا. والحقيقة كانت مفاجأة برضو بالنسبة لي النهاردة إن مش أمهات مصريات بس، لكن كمان جاء من كل الوطن العربي. فإحنا السحب النهاردة هيكون أمهات من مصر ومن خارج مصر. يعني انا لو في كلمه في البدايه احب اقولها، انا اولا انا سعيد ان احنا بدانا التقليد ده اول مره نعمله السنه دي، ان يبقى موقع وصفحه فيسبوك على الانترنت مهتمه هي اللي بتنظم هذا الموضوع. الحقيقه احنا مش منظمين الموضوع دون باسم، يعني باسم الشخصي، انما باسم الموقع باسم الصفحه، وقلنا ان احنا نعمل التقليد الجميل ده. شعور الانسان كل ما بيكبر ان امه غالية، شعور الانسان كل ما بيحس بطعم الابوة والامومة وان هو يمارس دوره كأب وله اولاد بيحس اكتر بقيمة امه. فانا الحقيقة انا والفريق، مش انا لوحدي الحقيقة، انا والفريق كامل اللي بيعمل في منظومة النت معانا، قلنا ما تيجي نعمل هذا التقليد السنوي. فالتقت إرادتنا مع، يعني أولا مع الرعاة اللي قايمين على، هو يعني على هذا الأمر معانا، ووجودهم معانا بقى شرف لينا، والتقت إدارتنا كمان مع قنوات فضائية حبت إنها تكون معانا. فأنا عجبني هذا الـ يعني الامر اللي احنا ابتديناه، جدا فرحان بيه، ان شاء الله ناخد عليه ثواب. والشيء الجميل ان احنا قمنا بدانا نقول للامهات ابعتوا لنا، فجالنا كام؟ 1500 قصه ام. والحقيقه ال 1500 طبعا مش الامهات اللي بعتنا، انما انا قريت القصص واتعمل لي كتيب كده، كان نفسي يكون معايا دلوقتي، فيه مجموعه القصص. الكتيب بيجمعوا حاجه واحده بس، كلمة تضحية. يعني الكتيب 1500 قصة، تقدر تلخص كتيب 1500 قصة في كلمة تضحية. والجميل إن كل حد بيعرض أمه وبيكلم عن أمه وبفخر شديد، وتحسي من كل قصة إن هو مؤمن تماما إن أمه هي، يعني هي فازت خلاص، وهي فازت فعلا، فازت عنده إن هي الأم المثالية. وانا داخل قبل اللقاء على طول دلوقتي بصيت لقيت فتاة من فتيات صناع الحياة، لقيتها عمالة تتصل بيا: ارجوك، انا عرفت ان انتوا دلوقتي هتسحبوا القرعة، فانا لازم اقابلك على باب البيت وعلى باب المكان اللي هتصوروا فيه دلوقتي حالا. يا بنتي انا عندي ميعاد لازم حالا ارجوك. ولقيتها جايباني معاها ورقتين، دي قصة أمي. قلت لها خلاص احنا جايين نسحب القرعة. قالت لي بس على الأقل أحس بالوفاء تجاهها إن أنا سلمت قصتها. فالحقيقة مبسوط وحاسس إن ده روح حلوة، وحاسس كده ب، يعني الحمد لله، وإحنا بدينه مع بعض بروح جميلة، وناخد ثواب عليه ونرضي أمهاتنا. وانت يا نعيمة وانت يا دعاء، خلي من نواياكم وانتوا داخلين في هذا الأمر ان انت بتبري امك وهي مش موجودة بهذا العمل. فاحنا بعد شوية هندي محاضرة عن الام، فاحنا يعني هنوقف على كده. ومعانا بقى ايه؟ دول يعني دول بعض القصص المختارة من ضمن ال 1500. دول حوالي كام؟ دول حوالي 70 تم اختيارهم في لونين. انا عايز اطلع في لونين، في لون اصفر وفي لون ابيض. فاللون الاصفر من الامهات اللي من خارج مصر وارسلوا قصصهم، واللون الابيض الامهات اللي من داخل. ما فيش علاقه للالوان يعني باي حاجه في الدنيا، سوى ان احنا يعني طبعا ليه العدد اكتر من مصر؟ دول 70، 50 من مصر و20 من خارج من خارج مصر. يمكن نسبة وتناسب بين عدد اللي بعته، ويمكن برضو للتسهيل علينا في اجراءات السفر، ويعني معلش يعني والعمرة فمن هنا. لكن احنا كنا المفروض ان يبقى كل الوطن العربي بالتساوي، بس
هنظبط ان شاء الله المره الجايه دي البدايه اللي احنا بنبدا بيها. السبعين دول، طيب السبعين دول تم اختيارهم ازاي؟ اشمعنى السبعين دول من الالف وخمسمية؟ قمنا عاملين لجنه، لجنه فرز، مظبوط كده. لجنه الفرز دي بقت تراجع القصص من حيث بعض المعايير، من حيث الانجاز اللي حصل من الام، من حيث حجم العطاء اللي موجود في القصة. دول كانوا معيارين أساسيين، وطبعا كنا حاطين معيار تاني غصب عننا، الأمهات لازم يكونوا خمس فوق الـ45 سنة، وده ليس له أي اعتبارات غير إن هم ياخدوا الفيزا يعني. إحنا بقى إيه هنسحب، بس إحنا هنعمل حاجة تقليد أيضا جديد. هنجيب، مش احنا اللي هنسحب، المفروض ان يعني انا كنت اسحب واحده ومدام نعيمه واحده، ويعني وانتي تسحبي. وبعدين الحقيقه لقينا طب ما نعمل حاجه جديده، فاحنا هنجيب اللي يسحب بنات صغيرات، رهف ومين؟ وكنزي. رهف وكنزي ولاد مدام نعيمه بالمناسبه، وهما الاثنين تعالي بقى في النص كده جنبي، وهما الاثنين اللي هيسحبوا. يلا رهف، بسم الله الرحمن الرحيم. ابيض ممكن الاول، تقعدي تعملي حركات كده ايوه كده، وتقعدي تجيبي من تحت. هنسحب احنا كل 16 مصر واربعه من بره مصر. اقولها برضو، احنا هنسحب الجايزه هتكون عباره عن رحله عمره يوم 12/4. يوم 12 ابريل هيكون في رحلة عمرة للعشرين ام. رحلة العمرة دي هيكونوا يعني لتسهيل الاجراءات 16 من مصر واربعة من خارج مصر، وانا ايه هتخانق السنة الجاية للامهات اللي من خارج مصر لغاية ما نظبط العدد. فانتوا هنفضل ننقي ونقرأ الاسامي ونقول الاسامي، وهنبلغهم بقى طبعا بعد كده. فهنبدأ، يلا يا رهف افتحي. خير يا رف، تعرفي تقري؟ ناهد كامل شحاتة الغزالي. من تمام، من مصر. تاني الاسم. ناهد كامل شحاتة الغزالي من مصر. شكرا. يلا التاني. التاني يلا يا كنزي. اصفر ماشي. كنزي تعرفي تقري يا كنزي؟ حليمة التازي من المغرب. حليمة، حليمة التازي من المغرب، هتكون معانا إن شاء الله بإذن الله. يلا يا شادية مجاهد، مجاهد معوض من مصر. يبقى شادية مجاهد، مجاهد معوض من مصر أيضا معانا إن شاء الله في العمرة، وربنا يبارك فيها، واحدة من أمهاتنا. كده اتنين من مصر وواحدة من بره. اتنين من مصر وواحدة من بره. أسماء محمد أنس منصورة، منصور من مصر. تاني، أسماء محمد أنس منصور، إن شاء الله تكون معنا في رحلة العمرة، أم مثالية نكرمها إن شاء الله. جدعان صح. نادية محمود عبد العالي من مصر. اولا احنا يعني فرحانين ان 20 ام هنرافقهم في رحله عمره، هيكونوا معانا في رحله العمره، انا هكون معاهم ان شاء الله. فانا فرحان ان هم يعني ربنا شاء ان احنا نختارهم، وكنا حريصين على مصداقيتنا في هذا العمل، عشان كده اصرينا ان احنا نكون بس مباشر على النت، واصرينا ان بناتنا الصغيرات رهف وكنزي هم اللي يكونوا بيسحبوا القرعه. بقيت امهاتنا ال 1500، عايز اقول لك ان انا قريت القصص قصه قصه وعشت معاها، وهي القصص كلها الشباب والبنات اللي باعتين القصص عن امهاتهم بيحكوها
بحب جديد وبفرحة جديدة وبفخر، يعني very proud ان دي امنا. وكل واحد فيهم كاتب، وانا تأثرت جدا وانا بقرا ال 1500 قصة. حسيت ان كل واحد بيحكي عن امه انها اعظم حاجة في الدنيا، وهي فعلا كده اعظم حاجة في الدنيا. القصص كلها كان بيجمعها كلمة واحدة، التضحية. فانا بقول لل 1500 انتوا غاليين جدا، وولادكم بيحبوكوا جدا. مجرد ان ولادكم بعتوا القصص دي، ده معناها ان انتوا قد ايه انتوا غاليين، وقد ايه ولادكم حاسين بغلاوتكم وبحبهم ليكم، وده التكريم الحقيقي. اما العشرين اللي فازوا فمزيد فوق بقى الحب. ان شاء الله رحلة العمرة تكون خير، واحنا فرحانين ان احنا ابتدينا المسابقة دي امنا. ان شاء الله يكون تقليد يستمر كل سنة بإذن الله. شكرا.